أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية. نبدأها بمحافظة مرسى مطروح، حيث فتحت السلطات الليبية حدودها مع مصر لمدة 3 ساعات لعبور العالقين على المنفذ البري بين البلدين. وفي خبر آخر، بدأ عاملون بمركز التنمية المستدامة اعتصاما مفتوحا للمطالبة بتحديد الجهة التي يتبعونها والتثبيت. وفي مطروح أيضا، بدأ عدد من طلاب كلية التربية اعتصاما مفتوحا تضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام بكلية الزراعة الصحراوية. من محافظة مطروح ينضم إلي الصحفي علي الشوكي. علي، عدد من عبر الحدود الليبية بعد فتح المنفذ البري؟ أيمن، عدد الذين عبروا أعداد قليلة جدا، وهم الذين فاجأهم القرار الخاص بإغلاق منفذ مساعد البري فجأة دون أن يكونوا مستعدين لذلك القرار. أيضا عبرت بعض من الشاحنات، عددها حوالي 75 شاحنة فقط كانت موجودة بمنفذ السلوم البري حينما جاء هذا القرار المفاجئ بإغلاق منفذ مساعد البري الليبي أمامهم. كانت هذه الساعات الثلاث هي التي عبرت فيها هذه الشاحنات إلى داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن من إفراغ حمولاتها الموجودة معها على هذه الشاحنات. بالنسبة لما حدث بعد ذلك، تمت خلال هذه الساعات الثلاث القليلة عبور الشاحنات، وعدد من الأفراد سواء من الأراضي الليبية إلى الأراضي المصرية والذين كانوا يتواجدون أيضا في منفذ مساعد البري، وبعض الذين كانوا موجودين بالمنفذ المصري عبور متجهين إلى الأراضي الليبية. بعد ذلك أغلقت منفذ مساعد البري أيضا للمرة الثانية حتى آخر لم يتم تحديده حتى الآن. ننتقل علي إلى مشكلة العاملين بمركز التنمية المستدامة، وهم يعني يطالبون بتحديد الجهة التي يتبعونها، ما معنى ذلك على المستوى الإداري؟ نعم أيمن، العاملون بمركز التنمية المستدامة لهم مشكلة تاريخها يرجع إلى حوالي 17 عاما مضت، لأن قرار إنشاء هذا المركز جاء من الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، والذي أنشأ هذا المركز لخدمة المزارعين في مطروح ولتنمية الزراعات الصحراوية بالمنطقة من محافظة مطروح بمنطقة إحدى المناطق داخلها على سبيل التجربة. لكن ترك هذا المركز بعد ذلك، وكان من المفروض أو من المفترض أن يتبع وزارة الزراعة التابع لها مركز بحوث الصحراء. ثم بعد ذلك تداولت المركز عدة جهات إلى أن أفرغ من الجهات المسؤولة عنه حتى الآن، ومرت حوالي 17 عاما على هؤلاء العاملين لم يجدوا فيها إلا عقودا مؤقتة هي التي يتبعونها كل شهر. والآن لا وزارة الزراعة تريدهم ولا وزارة التربية الإدارية تريدهم ولا حتى محافظة مطروح، فهم معلقون بين ذاك وتلك. كذلك هناك مطالب لطلاب بكلية الزراعة الصحراوية، هل هي كلية نوعية خاصة بالزراعة في الصحراء فقط مختلفة عن كليات الزراعة الأخرى؟ أيمن، هذه المشكلة أيضا لها تاريخ سابق. طلبت كلية التربية الذين اعتصموا أو قرروا الاعتصام اليوم هم طلاب إحدى الكليات الخمس المكونة لجامعة الإسكندرية فرع محافظة مطروح، والتي يشرف عليها الدكتور محمد أباظة المشرف العام على هذه الجامعة جامعة الإسكندرية فرع محافظة مطروح. الكليات الخمس بدأ الإضراب في كلية الزراعة الصحراوية بمنطقة فوكة حوالي 70 كيلو شرق مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تعبيرا منهم عن عدم وجود أي آلية للتعليم داخل الكلية، سوء الخدمات، يشربون زميلي أيمن يشربون تقريبا يعني مياه ملوثة فيها حيوانات نافخة كما ذكروا لي، فيها مجموعة من الديدان، وتعامل غير لائق آدميا مع طلبة في المرحلة الجامعية. حاولوا كثيرا مرارا وتكرارا أن يرفعوا من مستوى الكلية إلا أنه بدأت كل محاولتهم بالفشل، قرروا جميعا الاعتصام. ثم قرر عدد منهم حوالي 4 مع الإداريين بالكلية
في الدخول في الاضراب عن الطعام. هذا هو اليوم الرابع لهؤلاء الاربعه في الاضراب عن الطعام. شاركهم اليوم طلاب كليه التربيه بمطروح في الاعتصام تضامنا معهم من اجل اقاله الدكتور محمد اباظه من الاشراف على جامعه الاسكندريه فرع مطروح. شاركهم ايضا طلاب كليه السياحه وكليه الطب البيطري بمحافظه مطروح. نعم اشكرك شكرا جزيلا. الصحفي علي الشوكي كنت معنا من محافظه مطروح، والتي ننتقل منها الى محافظه البحيره حيث تلقى الانبا باخ ميوس العزاء في وفاه البابا شنوده بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه من القيادات التنفيذيه والامنيه والسياسيه بمطرانيه البحيره. وفي خبر اخر، نظمت النقابه العماليات المستقله لشركات الغاز بمدينه ادكو وقفه احتجاجيه للمطالبه بتنفيذ وعود الشركات بتنميه المجتمع المحلي وتشغيل الشباب. أيضا أغلق عاملون بمديرية الإسكان أبواب المديرية بمدينة دمنهور احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، ولكن المزيد من التفاصيل سيضعنا فيها الزميل الصحفي محمد عيسى. ومحمد، أبرز الشخصيات التي حضرت لعزاء البابا شنودة في المطرانية. هو محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي، وكذلك المنظور حسن مدير أمن البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والسياسية بالمحافظة حضروا مساء امس الى مطرانيه البحيره لتقديم واجب العزاء في وفاه البابا شنوده للانبا بخمس قائم مقام البابا شنوده. نعم، هننتقل الى خبر اخر، هو مطالب العاملين بالنقابه المستقله لشركات البترول. هم قاموا بتنظيم عده وقفات احتجاجيه في اكتوبر 2011 وقاموا بتعليق الاضراب، ولكن لم يتم تنفيذ مطالبهم المتمثله في تشغيل شباب المدينه المؤهلين في هذا المجال في شركات البترول، وكذلك تعويض الاهالي من الصيادين والمزارعين عن حقهم من اضرار بفعل انشاء تلك الشركات، وتطوير المدينه وادخال التنميه المحليه داخل المدينه بعمل المعدات اللازمه للمستشفى، وكذلك في المصالح الحكوميه التي ينقصها العديد من الخدمات داخل مدينه تلك. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي محمد عيسى، وكنت معنا من محافظة البحيرة والتي ننتقل منها إلى محافظة الغربية، حيث بدأ أعضاء هيئة التدريس في جامعة طنطا إضرابا مفتوحا عن العمل بمجمع أو مجمع الكليات للمطالبة بالمساواة مع القضاة والمستشارين. وفي الغربية أيضا بدأ عدد من البنوك صرف مستحقات المصريين الذين عملوا في العراق خلال فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمعروفة بالحوالات الصفراء. من الغربية انضم إلي الصحفي محمد عوف. محمد، ما هي مطالب العاملين في هيئة التدريس في جامعة طنطا؟ نعم زميل أيمن، كانت أبرز هذه المطالب معاملتهم مثل القضاة والمستشارين في الحقوق المالية والواجبات، وأيضا إقرار قانون الجامعات الجديد أسوة بقانون السلطة القضائية الذي يتم إعداده حاليا لإقراره بمجلس الشعب، وضمانت أيضا المطالب حق الأستاذ الجامعي في ممارسة أعماله البحثية ورفع مكانته الاجتماعية والعلمية من خلال مشاركته في ندوات ومؤتمرات خارجية، أيضا زيادة جدول المرتبات وزيادة زيادة فورية بما يحقق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى العلاوة السنوية التي تتناسب مع معدل التضخم ومعدل السنوات الرقمية في العمل والدراسة. أكدوا في بيان لهم أعضاء التدريس أكدوا في بيان لهم أن وزارة التعليم العالي تصر على تكرار مطالبهم، وأنهم وضعوا جدول زمني للتصعيد من خلال تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام كلية الطب بالمجمع الطبي وكلية الهندسة بمجمع كليات بسيبربيج، وأيضا أمام مجلس إدارة مجلس الجامعة كان شارع البحر وطريق طنطا. الإضراب اليوم هو كان إضراب جدي في بعض الكليات وإضراب عام في الكليات الأخرى حتى يتم الاستجابة لهذه المطالب خلال هذه المطالب التي تقدمها الى وزير التعليم العالي. محمد، ننتقل الى مشهد اخر، هو مشهد يعني تسلم الحوالات الصفراء. هل هناك زحام على ابواب البنوك كما شهدناها في محافظات اخرى؟ بالفعل زميل ايمن، اليوم وهو اليوم الاول لصرف هذه الحوالات كان هذا اليوم يعني هو حلم لجميع المواطنين الذين ينتظرون صرف هذه الحوالات منذ فتره طويله. بدأت اليوم عدد بنوك في المحافظة صرف هذه الحوالات الصفراء للعاملين بالعراق من أبناء المحافظة، وأيضا شهدت هذه صرف الحوالات اليوم إقبال كبير جدا من قبل المواطنين المستفيدين، مما أدى إلى يعني وجود طوابير طويلة لعشرات الأمتار أمام البنوك والتي تم تخصيصها لصرف الحوالات. والبنوك هي بنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي. استمرت عملية إجراء صرف الحوالات حتى الخامسة مساء اليوم،
يعني شهدت نشوب عده مشاجرات ومشادات بين اصحاب الحوالات للخلاف على اولويه صرف الحواله، يعني مما دفعت الى تدخل الشرطه في بعض البنوك للسيطره على الموقف وتامينها. اجراءات الصرف تتم بحسب اقدميه الحواله، واليوم تم صرف الحواله للمواطنين الحاملين للحوالات بالبنك العربي الافريقي والبنوك الاخرى بدايه من شهر مايو 89 وحتى يوليو من نفس العام بالنسبه للبنك العربي الافريقي. بالنسبه للبنك الاسكندريه بدايه من 23 يوليو وحتى شهر يونيو من عام 90، وبنك مصر من 8 اكتوبر 89. ويعني يتم صرفها تباعا لمده حتى يتم الانتهاء من صرفها نهائيا حتى شهر يونيو القادم وفقا للجدول الزمني المحدد لكل فئه. هناك بعض المواطنين اشتكوا من عدم وجود اسمائهم في الكشوف التي اعلنت عنها وزاره القوى العامله. ايضا اشتكوا بعض المواطنين من فقدان جوازات السفر الخاصه بهم بحيث التي يعني هناك انتظار ان يتم تقديمها خلالها. التكدس من جانب المواطنين تمكنهم المواطنين وجدوا هذا التكدس، فالبعض اجل التوجه الى الغد ليتم صرف تمكن من صرف الحواله، وهناك يعني فرصه حتى نهايه شهر يونيو القادم يتم تمكن من صرف جميع الحواله. اشكرك شكرا جزيلا على هذا التفصيل الزميل الصحفي محمد عوف، كنت معنا من محافظة الغربية. نذهب إلى محافظة الوادي الجديد، حيث نظم موظفون بمديرية الإسكان وقفة احتجاجية للمطالبة بضمهم لوزارة الإسكان وصرف المكافآت المتأخرة. كما بدأ عاملون بقصور ثقافة الوادي الجديد إضرابا عن العمل أمام مقر قصر ثقافة الخرجة للمطالبة بصرف بدل الجذب. ومن الوادي الجديد ينضم إلي الصحفي ماهر أبو نور. ماهر، أجواء ما حدث اليوم أمام مديرية الإسكان؟ نعم الزميل أيمن، بالفعل قام العشرات من موظفي ومهندسي مديرية الإسكان بتنظيم وقفة احتجاجية قاموا بها بوقف العمل جزئيا أمام مقر المديرية، وذلك المطالبة بضم الموظفين بالمديرية لوزارة الإسكان وفصلها عن الحكم المحلي، وكذلك المطالبة بتثبيت العاملين المؤقتين والصرف ما يعادل 100 شهر كمكافأة نهاية الخدمة أسوة لباقي الجهات الحكومية وعدد اخر من المطالب، منها مساواتهم بالعاملين بوزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه، وتطبيق الحد الادنى والاقصى بتوزيع الاجور، وتشكيل لجنه لتقوم بوضع ضوابط وقواعد لصرف المكافئات الماليه على موظفي المديريه. قاموا العاملون بالمديريه بحمل لافتات تتضمن هذه المطالب، وكذلك طلبوا باقاله الصف الاول والثاني من قيادات المديريه، وذلك لعدم التعاون معهم لنقل تلك المطالب وتصعيدها حتى يتم الاستجابه لها في اسرع وقت ممكن. اشكرك شكرا جزيلا الزميل الصحفي ماهر ابو نور، كنت معنا من محافظه الوادي الجديد. الى محافظه الاسماعيليه، حيث قالت مصادر امنيه ان قوات حرس الحدود شددت اجراءاتها الامنيه على مجرى وضفتي قناه السويس عقب انباء عن احتمال تعرض المجرى الملاحي لحادث ارهابي. وفي الاسماعيليه ايضا نظم تكتل طلاب جامعه قناه السويس مسيره جابت جميع كليات الجامعه احتجاجا على اجراء انتخابات الاتحادات الطلابيه دون اقرار اللائحه الطلابيه الجديدة. في محافظة الإسماعيلية أيضا بدأ عاملون بشركة فيلوستي الهندية للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية إضرابا مفتوحا عن العمل اليوم احتجاجا على عدم صرف الأرباح، وكذلك احتجاجا على الاستعانة بالعمالة الأجنبية في الشركة. من الإسماعيلية ينضم إليه الصحفي يسري محمد. يسري، يعني ما مدى دقة هذه التخوفات وتشديد الإجراءات الأمنية على مجرى قناة السويس؟ نعم أيمن، حسب ما أكدته لنا مصادر أمنية فإن هذه الإجراءات الأمنية هي إجراءات احترازية تستهدف تأمين حركة الملاحة بقناة السويس، وأنه حتى الآن لا يوجد لدى أجهزة الأمن أي بلاغات أو أي اختراق بأن هناك تهديد فعلي يهدد حركة مرور السفن، وأن ما يتم اتخاذه هو إجراءات احتياطية لاستمرار الملاحة بشكل آمن وتام، وأن هذه الإجراءات هي تشمل زيادة عدد القوات الأمن التي تقوم بعمليات مراقبة المجرى الملاحي، أيضا زيادة بعض الدوريات التي تتم على ضفتي قناة السويس، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المعتادة داخل قناة السويس، وهي قيام طائرة عسكرية بعمليات تمشيط للمجرى الملاحي بشكل يوم، وذلك يتم منذ أو في أعقاب ثورة 25 من يناير.
نعم، ننتقل معك يا يسري إلى شأن آخر، وهو أجواء ما حدث اليوم في جامعة قناة السويس. نعم، اليوم بجامعة قناة السويس كانت هناك مظاهرة ومثيرات نظمها العشرات من تكتل طلاب جامعة قناة السويس. هذه المثيرات جابت معظم أو أغلبية كليات الجامعة احتجاجا على إجراء الانتخابات الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء المقبل. الطلاب أكدوا بأن هذه الانتخابات ستجرى وفق اللائحة الطلابية القديمة، وبالتالي فإن هذه اللائحة هي تعوق يعني الطلاب من الإبداع الفكري والرقابي للوصول لأعلى جودة للعملية التعليمية والإدارية، مؤكدين بأن هذه اللائحة هي من بقايا النظام السابق وأنه يجب أن لا تجرى الانتخابات الاتحادات الطلابية في عهد الثورة بنفس اللائحة القديمة. شكرا جزيلا لك الصحفي يسري محمد، كنت معنا من محافظة إسماعيلية. ننتقل معكم إلى محافظة الفيوم، حيث أكد الدكتور محمد فريد مدير الطب البيطري بالمحافظة انحسار الإصابات بمرض الحمى القلعية خلال الأيام الماضية. في خبر آخر، تتواصل أزمة نقص الوقود بالمحافظة فيما انتشرت تجارة السولار والبنزين في السوق السوداء. وفي الفيوم أيضا شهدت فروع عدد من البنوك زحاما شديدا، وذلك لتوافد المواطنين المستحقين للحوالات الصفراء لصرف مستحقاتهم. من الفيوم تنضم إلي زميلة صحفية هيام عزام. هيام، هل هناك يعني مؤشرات واقعية لانحسار الحمى القلعية في الفيوم؟ بالفعل استاذ ايمن، وهذا ما اكده لنا الدكتور محمد فريد مدير الطب البيطري بمحافظه الفيوم. اكد ان الاصابه بمرض الحمى القلعيه بالفيوم انحصرت خلال الايام القليله الماضيه، وبلغت نسبه النفوق بين المواشي بسبب المرض 101 راس، كانت على اعلى نسبه نفوق بين المواشي المصابه بين الوجود والجاموس. واشار تقرير الاطباء بالوحدات البيطريه بالمراكز المختلفه بالفتره من 7 الى 20 مارس الحالي الى وجود اصابات بين الابقار بلغت 178 راس، وبين الجاموس 73، وبين العجول والبقر 38، والعجول والجاموس 48، والبتول 4، بمجموع 615 اصابه. وبلغ اجمالي الناطق 110 101 راس من اجمالي عدد الاصابات، ونسبته بالترتيب كما يلي: 1 و10 و37 و48 و4. وقال ايضا مدير الطب البيطري بالفيوم ان المديريه تتلقى اخطارا من بعض المربين غير حقيقيه بغرض تسجيلها للتعويض، مشيرا الى ان جميع الحالات تم فحصها وثبتت عدم حقيقة ما تقدموا به، وإن عملية التحصين توقفت منذ فترة لحين ورود التحصينات الرسمية التي تتناسب مع المرض المنتشر بين المواشي. ننتقل إلى مشهد أزمة نقص الوقود في محافظة الفيوم، معك هيام تفضلي. ما زالت الأزمة مستمرة بجميع محطات الوقود بمحافظة الفيوم، حيث تراوح سعر بيع صفيحة البنزين من 80 جنيه بالسوق السوداء، عفوا صفيحة بنزين 80 بالسوق السوداء من 60 جنيه ل 70 جنيه، وانتشرت على الطرق جراكن بداخلها لمبات مضيئة تعلن عن وجود سولر بعضها مخصوصة للبيع بأسعار منخفضة. ورفض صباح اليوم معظم أصحاب محطات الوقود تفريغ حمولة الوقود بمحطاتهم خشية من التعرض للأذى والضرب أو الاستجابة لمطالب البلطجية بالحصول على كميات البنزين لبيعها في السوق السوداء. وطالب عبد المطلب وكيل علي عبد المطلب وكيل وزارة التموين بالمحافظة خلال مذكرة رسمية قدمها للقوات المسلحه بالاستغاثه برجال القوات المسلحه لحمايه محطات الوقود، خاصه ان بعضهم تلقى تهديدات من البلطجيه وتم اجبارهم على تفريغ الحموله. وطالب بقوات جيش للتامين، بينما احتلت الشوارع على الجانبين مسافات طويله من سيارات مختلفه الموديلات والماركات. وكشف ايضا التقرير الرسمي ان حصه المحافظه من الوقود بانواعها انخفضت عن هذا العام عن العام الماضي من مثل هذا الشهر شهر يناير،
وهذا وقد تمكن ايضا حملات مديريه التموين بالفيوم والتي اشرف عليها مصطفى القيس نائب وكيل الوزاره من ضبط سيارتين احداهم محمله بكميه 900 لتر سولر وفي طريقها الى قريه انمشاه لبيعها في السوق السوداء، وايضا تمكن ايضا من القبض على احد السيارات التي كانت تحمل 400 لتر لبيعها ايضا في السوق السوداء. بقي المشهد الذي ربما يعني شهدت ساحته زحاما شديدا في بعض محافظات الجمهورية هو صرف الحوالات الصفراء اليوم، ماذا حدث في الفيوم؟ مثل بقي المحافظات، محافظة الفيوم شهدت فروع بنوك الإسكندرية وبنك الإسكندرية وبنك مصر والبنك الأهلي بالفيوم زحام هائل من المواطنين من أبناء المحافظة أصحاب الحوالات الصفراء، توافد الآلاف أمام البنوك منذ الساعات الباكرة من صباح اليوم من أجل الحصول على مستحقاتهم. تسبب التزاحم الهائل أمام البنوك إلى ارتباك حركة التعامل مع رواد البنوك. تبين أن أغلب المواطنين يجهلون أنه تم تحديد الرابعة عصرا إلى السابعة لصرف الحوالات وعلى شرائح بأقدمية التحويل من بنوك العراق. تبين أيضا أن هناك الكثير من يحملون الحوالات ولم يجدوا أسماءهم في كشوف الموقع عليها تم نشرها. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التفصيل. هيام عزام كانت معنا من محافظة الفيوم. إلى محافظة المنيا حيث اشتعلت أزمة الوقود بالمحافظة ما أدى لرفع أجرة المواصلات العامة وأثر على حركة نقل السلع وتشغيل المخابز والماكينات الزراعية. كما تظاهر العاملون بإدارة المواقف ما تسبب في توقف طريق الصعيد الزراعي السريع للمطالبة بالتثبيت. يأتي هذا فيما انضم سائقو سيارات الأجرة للمظاهرة. ويبدو أن أجواء الاحتجاجات تسيطر على محافظة المنيا حيث نظم أيضا عاملون في مديرية الإسكان وقفة أمام مبنى المحافظة اليوم للمطالبة بزيادة الأجور. وفي متابعة لأخبار مرض الحمى القلاعية أكد دكتور محمد مصطفى مدير الطب البيطري بالمحافظة نفوق 81 رأس ماشية وإصابة 1274 رأس ماشية صغيرة. من محافظة المنيا للمزيد من التفاصيل انضم إلي حسن عبد الغفار الصحفي. حسن، هل لك أن تزودنا بمعلومات أكثر حول أزمة الوقود في محافظة المنيا؟ بالفعل تفاقمت أزمة الوقود في محافظة المنيا وتكدست السيارات داخل المحطات، وشهدت هذه المحطات عدة مشاجرات بين المواطنين وأصحاب السيارات، حيث امتلأت هذه المحطات بسائق السيارات الذين يحملون الجراكن للحصول على البنزين أو السولار. وقد تفاقمت أزمة السولار في الفترة الأخيرة بشكل قوي، الأمر الذي جعل المزارعين يهددون بترك زراعتهم للهلاك، خاصة بعد أنهم لا يستطيعون الحصول على السولار من داخل المحطات ويلجؤون إلى السوق السوداء لشرائه بأسعار مضاعفة للغاية عن محطات البنزين، مما أدى إلى توقف آلات الحرث وطلمبات رفع المياه، الأمر الذي يهدد الآلاف من الأفدنة للهلاك. وقد هدد المزارعون بعمل وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة واستنكروا سوء إدارة نواب مجلس الشعب والشورى داخل المحافظة لهذه الأزمة وعدم تعاونهم مع المواطنين بالمحافظة، الأمر الذي أدى إلى أيضا توقف حركة المرور على جانبي الطريق الزراعي مصر أسوان، خاصة في المحطات التي يتم ضخ كميات كبيرة من البنزين والسولار بها، حيث أكد أصحاب السيارات أنهم يتوقفون داخل هذه المحطات ويبيتون ليلهم داخل هذه المحطات للحصول على البنزين أو السولار في الساعة 10 صباحا، الأمر الذي يثير حالة استياء كبيرة بين المواطنين ويطالبوا نقابة العاملين بالمواقف ويطالبون محافظ المنيا ونواب مجلس الشعب بوقفة ضرورية لهذه الأزمة التي تعاني منها محافظة المنيا منذ عدة شهور، وهي تتفاقم يوما بعد يوم ولا يوجد هناك حلول رغم وعود المسؤولين في المحافظة والبيانات التي تصدرها المحافظة من ضخ كميات مضاعفة والقرارات التي اتخذتها من منع الجراكن للحصول على هذه السلعة، الأمر الذي دفع عدد من السائقين إلى اصطحاب زوجته وأولاده للحصول على البنزين حتى يكون
الطابور اقل كثيرا من طابور الرجال الذي يمتد طوله لاكثر من نصف هو كيلو. لان المشهد يكاد يكون يعني مماثل في بعض محافظات الجمهوريه. هننتقل معك حسن الى خبر اخر وهو تظاهر العاملين في اداره المواقف، ما هي مطالبهم؟ بالفعل اليوم نظم العاملين بإدارة مواقف المنيا وقفة احتجاجية وتظاهرة سلمية على الطريق الزراعي، ولكنهم قاموا بقطع الطريق الزراعي مصر أسوان للمطالبة بالتثبيت وتحسين أحوالهم المعيشية. وكانت نقابة إدارة المواقف والعاملين بالمواقف المستقلة قد أصدرت بيان حددت فيه عدد من المطالب، جاء على أهمها التثبيت هذه العمالة التي تعمل منذ عشرات السنين بعقود تتراوح أجورهم ما بين 200 إلى 300 جنيها فقط، وهذه المبالغ لا تكفي لسد احتياجات العاملين بالمواقف الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 عامل داخل هذه المواقف. وأكدوا أن هذه الإدارة هي إدارة ربحية وتحصل على أموال كثيرة وتضخ أموالا كثيرة في صندوق المحافظة، وطلبوا المحافظ بالتدخل، وأكدوا أنهم على استعداد لتصعيد هذه التظاهرة في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم. ورغم الدعوات التي طالبتهم بفتح الطريق الزراعي وتسيير حركة المرور على الطريق الزراعي، إلا أن العاملين ظلوا فترة طويلة على الطريق الزراعي قاطعين إياه لفترة طويلة، وحدثت بعض المشادات بين أصحاب السيارات والمتظاهرين، إلا أن المتظاهرين دفعوهم إلى الانضمام إليهم بحجة أزمة السولار وأزمة البنزين داخل المحطات، وأكدوا لهم أن هذه المظاهرة ليست خاصة بعمال المواقف فقط للتثبيت، وإنما للمطالبة بجميع أنواع المطالبات التي يطالب بها السائقين. وهناك أيضا حسن وقفة للعاملين في مديرية الإسكان، ما هي مطالبهم أيضا؟ بالفعل نظم العاملون بمديرية الإسكان اليوم أمام مبنى المحافظة تظاهرة تجمع فيها العشرات من العاملين حاملين لافتات يطالبون فيها بالانضمام إلى وزارة المالية وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة أنهم يؤكدون أن رواتبهم ضعيفة جدا لا تتناسب مع الأحوال والظروف الاقتصادية التي تعاني منها المحافظة. حملوا لافتات تندد بتباطؤ المسؤولين وتجاهلهم لمطالبهم الرئيسية، وأكدوا أنهم سيصعدون هذه الوقفة وسوف يضربون إضرابا عاما في حالة عدم استجابة المسؤولين. كما طالبوا أيضا أثناء وقفتهم بنزول اللواء سراج الدين الروبي من مكتبه ليلتقي بهم ويحدد لهم ملامح الخطوات التي سوف تسير عليها المحافظة في الفترة القادمة من أجل الاستجابة إلى مطالبهم، إلا أن المحافظ لم يلتقي بهم، مما دفع العاملين إلى عمل الاعتصام داخل مديرية كروكا. شكرا جزيلا الزميل الصحفي حسن عبد الغفار، كنت معنا من محافظة المنيا. إلى محافظة الأقصر، حيث شهدت انتخابات نقابة المحامين إقبالا واضحا من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لاختيار نقيب المحامين بالمحافظة. حول هذا المشهد ينضم إلي الصحفي حجاج سلامة من الأقصر. ماذا عن مشهد انتخابات نقابة المحامين حجاج؟ تفضل. نعم، انتخابات المحامين في محافظة الأقصر والتي كانت قد تأجلت عن موعدها 15 يوما بحكم قضائي لتنقية الجداول الجمعية العمومية، شهدت إقبالا ملحوظا، إقبالا كبيرا في مختلف اللجان الانتخابية التي كانت موزعة على الأقصر وأرمنت وإسنة، حضور كبير من قبل المحامين لاختيار أول مجلس لنقابتهم الفرعية بمحافظة الأقصر بعد أن أصبحت مستقلة عن النقابة العامة للمحامين بمحافظة قنا. الانتخابات يتنافس فيها 3 على مقعد النقيب و11 على مجلس أضيف مجلس الإدارة و3 مرشحين على مقعد الشباب. الآن بدأت بالفعل عمليات حرز الأصوات، ومن المنتظر أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا. نعم تفضل حجاج، تريد أن تضيف شيئا؟ إلى أن الأقصر ستشهد غدا زيارة للسيد وزير الداخلية لتفقد الخطط الأمنية المتخذة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية المحافظة للمحافظة، كما ستشهد زيارة لوزير الاتصالات لحل مشكلة توقف العمل بطريق الكباش ونقل الكابلات
التي تعيق شكرا استكمال هذا جزيلا المشروع. لك زميل الصحفي حجاج سلامة، كنت معنا من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، حيث بدأ عاملون بمديرية الإسكان والإدارات التابعة لها اعتصاما مفتوحا للمطالبة بضمهم إداريا وماليا إلى وزارة الإسكان، إضافة إلى صرف العلاوات. أيضا وفي أسوان أغلق عاملون في هيئة الآثار متحف النوبة ومنعوا دخول السائحين إلى المتحف للمطالبة بزيادة الحوافز. من أسوان ينضم إلى الصحفي علي توفيق. علي، ما هي الجهة التي يتبعها العاملون في مديرية الإسكان؟ نعم، العاملين في مديرية الإسكان يتبعون الحكم المحلي ومتابعين لمحافظة أسوان. الاعتصام أثر بالسلب على سير العمل في مشروعات الإسكان التي تشرف عليها المديرية، مثل مشروع إسكان الشباب في منطقة الصداقة ومشروع الأولى بالرعاية. الفوائد التي ستعود على الموظفين من ضمهم إلى وزارة الإسكان هي أنهم سوف يحصلون على جميع حقوقهم المادية، كما سيتم جميع إجراء المناقصات وفقا للطرح العام، ولن يكون حكرا على الشركات محددة بعينها كما يحدث منذ 5 سنوات في أسوان، حيث تحتكر 3 شركات فقط جميع مشروعات الإسكان في محافظة أسوان وتأخذ هذه الأعمال بالأمر المباشر. العاملون يطالبون بتخصيص عدد من الوحدات السكنية لهم في جميع مشروعات الإسكان التي تتم على أرض المحافظة، ويطالبون أيضا بصرف مقابل 1% التي يتم تحصيلها لحساب صندوق الإسكان من مستخلصات المقاولين. العاملون يطالبون أيضا بصرف بدل تفرغ بالنسبة للمشرفين وصرف بدل جهود غير عادية بنسبة 30%. نعم، والعاملون أيضا في هيئة الآثار في يعني أغلقوا متحف النوبة ولهم أيضا مطالب، ما هي أهم مطالبهم؟ نعم، الموظفون في متحف النوبة قاموا بإغلاق المتحف اليوم، ويطالبون بصرف حافز الجذب للمناطق النائية وقدره 50% من الأجر الأساسي، أيضا بزملائهم في العاملين في المجلس الأعلى للآثار الذين يحصلون على هذا الحافز منذ عام 2008، ويطالبون أيضا بإعادة صرف المكافآت المتوقفة منذ بضعة أشهر، ويطالبون بذلك الحافز إلى 200% بدل من 160%، أيضا لكن بالمطالب مش الحكومية أول مرة دي للآثار. علي يعني يغلق متحف النوبة. نعم، هي المرة الثانية التي يغلق فيها المتحف النوبة، ولكن في المرة الأولى الذين قاموا بإغلاق المتحف هم العاملون المؤقتون فقط، أما هذه المرة فإن جميع العاملين الدائمين والمؤقتين قاموا بإغلاق المتحف اليوم. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي علي توفيق، كنت معنا من محافظة أسوان والتي نختتم بها هذه الجولة الإخبارية والتي كانت في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية. بعد الفاصل موجز لأهم وآخر الأخبار، فابقوا معنا، شكرا لكم.